بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا يقال للحمد لا يقدر بحسنات. لو قلت آلاف المليارات من حسنات قليل، ربما مليارات مليارات الحسنات. جاء في الحديث من قال حين يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، فقد حمد الله تعالى بجميع محامد الخلق كلهم. يعني صيغة جامعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. لو أي واحد حمد ربنا سبحانه وتعالى بغير هذه الصيغة، أنت لو أنت حمدت ربنا بهذه الصيغة اتخذت ثواب جميع الخلائق على وجه الأرض. لو حمد الله سبحانه وتعالى بصيغة تانية غير الصيغة دي، خلي بالكم، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. طب لو الناس تانية كلها حمد ربنا سبحانه وتعالى بصيغة تانية غير دي، جمع الثواب بتاع كل الناس لما تحمد الله سبحانه وتعالى، جمع ثواب جميع خلق الله على وجه الأرض. خلي بالك الرسول قال جميع الخلق، ما قالش البشر بس، لأن الحيوانات بتحمد الله سبحانه وتعالى، يعني يدخل فيها أيضا الحيوانات. الحيوانات تذكر الله سبحانه وتعالى وتحمده. جاء في الحديث الصحيح: كل الخلائق تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني حتى يعني قال لم يستثني احد من الخلائق، قال: فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. لان انت تقول الحمد لله الذي كفاني واواني، كفاك المصائب الكوارث، كفاك البرد والحر، الامراض. هو مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من بات معافى في بدنه، آمنا في سربه، مالكا قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فده دعاء جامع بتحمد الله سبحانه وتعالى فيه على كل صغيرة وكبيرة أنعم الله بها عليك. الحمد لله الذي كفاني وآواني، أواك يعني جعل لك بيته. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. الحمد لله الذي من علي، الحمد لله الذي من علي وافضل. اللهم اني انا معلش انا نسيت، اللهم اني اسالك بعزتك ان تنجيني من النار. انا نسيت الجمله الاخيره دي، هقوله تاني: الحمد لله الذي كفاني واواني، الحمد لله الذي اطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وافضل، اللهم اني اسالك بعزتك ان تنجيني من النار. فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. طب بالله عليك، لما تحمد الله سبحانه وتعالى حمد بيساوي جميع خلق الله سبحانه وتعالى وجه الارض، تاخد كام حسنه؟ ده خلي بالكم مش كده بس، مش كده بس، ده انت كمان سالت ربنا انه نجيك من النار قبل ما تنام، يبقى ان شاء الله تنجو من النار، تحرم على النار. الحاجه الثانيه، الحاجه الثالثه، ودي من اهم الاشياء، تكون من اكثر الناس حمدا على وجه الارض. ربما يكون هذا الذكر سببا في وصولك الى الفردوس الاعلى. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، بتشديد الميم، وليس الحامدون بل الحمادون، الذين يكثرون من الحمد، يعني أكثر الناس حمدا يوم القيامة. طب أنت بتقول ذكر، أنت بتحمد ربنا بيه سبحانه وتعالى بجميع محامد الخلق على وجه الأرض كلهم، تبقى حماد ولا مش حماد؟ أنت بتحمد ربنا سبحانه وتعالى بصيغة تساوي في الميزان ثواب جميع خلق الله سبحانه وتعالى في الحمد في هذا اليوم مثلا بأذكار غير هذا الذكر. يبقى كم حسنة تاخدها؟ اضرب بقى الثواب اللي خده كل الناس على وجه الأرض اللي حمدوا الله ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده بذكر غير ده. طب يبقى كم حسنة؟ وهتكون من أفضل الناس حمدا في هذا اليوم، يعني أنت أكثر الناس حمدا في هذا اليوم، لأنك حمدت الله سبحانه وتعالى بنص رصيد حديثي الرسولي صلى الله عليه وسلم، حمدت الله سبحانه وتعالى بجميع محامد الخلق على وجه الأرض. بنص حديث الرسول. يبقى هتاخد كام حسنة؟ وهتاخد و وتبقى وتبقى أنت أفضل الناس حمدا، أكثر الناس شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. طب لو وظبت عليه كل يوم، إذا أنت أكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى على الدوام. يبقى اذا انت من الحمادين، اقصى الناس حمد. يبقى شوف الثواب والذكر. لذلك الاذكار، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: افلا انبئكم بخير اعمالكم
وارفعها في درجة واسكاها عند ملك وارفعها في درجاتكم واسكاها عند ملككم، وخير لكم من انفاق الورق والذهب، وخير لكم من ان تلقوا اعداءكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قلنا بلى رسول الله، قال ذكر الله. في اذكار لا تقدر بحسنات، لا تقدر بحسنات، لو واظبت عليها تصل بك الى الفردوس الاعلى باذن الله. فالذكر ده من الاذكار العظيمه جدا، فيقال قبل النوم، قبل النوم. فيا ريت كل واحد يكتبه على خشبه الفراش بتاع السرير عشان ما ينساهوش، اكتبه على الفراش عشان ما تنساهوش. الحمد لله الذي كفاني واواني، الحمد لله الذي اطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي هو افضل، اللهم اني اسالك بعزتك ان تنجيني من النار، في منتهى اليسر والسهوله. اكتب لكم الكلام ده في الحديث تحت الفيديو، انسخوا في الوصف، انسخوا هذا الكلام وانشروه، ونشر هذا العلم في ثواب عظيم، العلم علما فله اجر من عمل به يوم القيامه. لا ينقذ لكم ولم شاهدتم وشوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، ولتساعدوني على نشر السنه وفيها كل قولي هذا، استغفر الله العظيم.